بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج السالكين في منازل السائرين تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله. فصل: إذا عرف هذا فالناس في هذين الأصلين وهما العبادة والاستعانة أربعة أقسام أجلها وأفضلها أهل العلم. أنا بسم الله والصلاة والسلام. ونذكر لها ترتيبا غير مستحق بل مستحسن بحسب ترتيب السير السير الحسي، ليكون ذلك أقرب إلى تنزيل المعقول منزلة المشهود بالحس، ويكون التصديق به أتم ومعرفته أكمل وضبطه أسهل. هذه فائدة ضرب الأمثال، وهي خاصة بالعقل، خاصة العقل ولب، خاصة العقل ولب، لهذا أكثر تعالى منها في القرآن، ونفع عقلها عن غير العلماء، فقال: تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الأفعى، قلبه نائم وطرفه يقظان، فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح، وأذن به مؤذن الرحمة حي على الفلاح. تأذن لنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم آدم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا يا رب العالمين. الأمثال في القرآن أيها الكرام الفضلاء، ويتفرع عنها الأمثال في السنة، وهذا باب من المباحث التي تبحث في علوم القرآن. والأمثال في القرآن تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأمثال الصريحة، والأمثال الكامنة، والأمثال المرسلة. أعيد: الأمثال في القرآن الكريم تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الأمثال الصريحة، والأمثال الكامنة، والأمثال المرسلة. ومن نافلة القول، ابن القيم رحمه الله عنده كتاب بعنوان الأمثال في القرآن الكريم، وهذا عالم متفنن، ابن القيم الجوزية رحمه الله رحمة واسعة، عاش من 691 إلى 751، يعني عاش 60 سنة، وتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية ورافقه طويلا، فلا غرو أن يكون عنده هذا العلم وهذا التبحر. فأيما باب طرقته وجدت فيه لابن القيم صولات وجولات. النوع الأول بالنسبة للأمثال الصريحة، وهي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه، وطبعا هي كثيرة في القرآن، وطبعا الأمثال في القرآن فيها رسائل ماجستير وفيها رسائل دكتوراه، بالذات في قسم في كليات علوم القرآن وفي كليات التفسير. طيب، لما نتكلم على الأمثال الصريحة، قلنا التي يأتي فيها التصريح بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه، تجد في سورة البقرة على سبيل المثال، وإلا الأمر يطول: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، الآيات. هنا المثل صريح ولا كامن ولا مرسل؟ يا مشايخ، صريح. كيف عرفنا أنه صريح؟
لأنه في تشبيه بديهي يعني بال... أحسنتم أحسنتم. هو هذا المثل الصريح له ركنان، إما أن يصرح فيه بلفظ المثل وسأذكر لكم دليلا في ذلك، أو أن يكون فيه تشبيه. هنا أتت القيدان حضرا، مثلهم كمثل الذي سبحان الله صرح فيه بلفظ المثل وأيضا جاء بكاف التشبيه. وطبعا قد شرحنا واستفضنا في ذلك وقلنا أن آية سورة البقرة ذكر الله عز وجل في طرتها آيات تكلمت في ثلاث، ذلك الكتاب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويرزقهم ينفقون، والذين يؤمنون ثلاث آيات تكلمت عن صفات المؤمنين، آيتين عن صفات الكافرين، 11 آية عن صفات المنافقين، ليعلم شرهم، ليعلم ماذا؟ ليعلم شرهم. طيب وهنا ربنا عز وجل ضرب فيهم المثال فذكر مثلين الماء والنار، ضرب الله عز وجل أيضا في سور أخرى مثلين للماء والنار في سورة الرعد للحق والباطل، فقال الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل الآيات. فضرب هنا المثل الماء والنار. إيش هو المثل المائي؟ أنزل من السماء ماء، والمثل الناري ومما يوقدون عليه في النار، والحق والباطل قال ربنا عز وجل كذلك يضرب الله الحق والباطل، وهذا مثل صريح لأنه نزل فيه وصرح بلفظ الإيش؟ بلفظ المثل. وخذ على ذلك كثيرا. المثال الثاني وهو الأمثال الكامنة، وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل أي كلمة المثل، الميم والثاء المثلثة واللام، ولكنها تدل على معان رائعة موجزة يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها، وهذا منه أنواع كثيرة. مثلا في قولهم خير الأمور الوسط، من يذكر لنا مثالا كامن في هذا المعنى خير الأمور الوسط؟ قال أوسطهما لم أقل لكم. ممتاز، جميل جدا، نعم، لولا تسبح سورة القلم. وأيضا في سورة البقرة لما ربنا تكلم عن صفات البقرة قال لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ولما تكلم ربنا على النفقة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وأيضا لما تكلم على الصلاة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولما تكلم أيضا في الإنفاق بصورة عامة ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. طيب عندنا أيضا في معنى قولهم ليس الخبر كالمعاينة، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا كما تدين تدان، قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به. أيضا لا يلدغ المؤمن جحر المرة، قال هل آمنك عليه إلا كأمنتكم على أخيه قبل. هذه كلها أمثلة آمنة. ما معنى أمثلة كامنة أيها الكرام الفضلاء؟ يعني لم يصرح بلفظ التمثيل، ولكن في معاني رائعة وموجزة إذا شبهت بأشياء شبهت، كم ضربت لكم في رمور الوسط وكما تدين تدان إلى غير ذلك. النوع الثالث وهو الأمثال المرسلة في القرآن، وهي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه لكنها آيات جرت مجرى المثل. الآن حصحص الحق ليس لها من دون الله كاشفة. هذه الآيات وإن كانت أيها الكرام الفضلاء أمثال مرسلة في القرآن، جمل أرسلت من غير تصريح بلفظ التشبيه لكنها صارت كالأمثال،
قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، صح ولا لا؟ مو بيقول الكلام ده احنا بيننا وبين بعض يا شباب؟ أليس الصبح، أليس الصبح، أليس الصبح بقريب لكل نبأ مستقر؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل. لما واحد يكون مسوي فيك مثلا أمر غائظ ثم يكشفه الله وينقلب عليه، تقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولما ترى مثلا مجموعة من الفساق مع بعض تقول كل يعمل على شاكلته. لما ينزل بك أمر سبحان الله تقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وأيضا لما تجد إنسان حاق به ما فعل تقول كل نفس مما كسبت رهينة. ولما تجد إنسان يبذل ويعطي تقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأيضا لما تلقى أناس فرحون بما عندهم تقول كل حزن ما لديهم فرحون، إلى غير ذلك. هذه كلها تدخل في باب ماذا أيها الترنفضلاء؟ كلها تدخل في باب الأمثال المرسلة اللي هي لم يأتي فيها بلفظ التشبيه وأتت في جمل لها معاني جرت مجرى الأمثال. والأمثال في القرآن لها فوائد كثيرة ولا فوائد جمة يطول المقام بحصرها، لكن يعني مما يذكر منها أيها الكرام الفضلاء من فوائدها، فوائد هذه الأمثال أنها تذكير وعظ، حث، زجر، اعتبار، أيضا تقرب المراد للعقل بالمثال يتضح المقال، وأيضا فيها أيضا نوع من أنواع الهداية، وأيضا فيها تصوير للمحسوس ليثبت في الأذهان. هذه كلها من فوائد ماذا؟ الأمثال. الأمثال يكون فيها التمثيل الرمزي. من يذكر لنا مثال على التمثيل الرمزي يا شباب؟ وقالت نملة، وقالت نملة، هذا تمثيل رمزي يعني يأتي على لسان الطيور والحيوانات والنبات. طيب مين يدينا مثال ثاني من التمثيل الرمزي؟ واسأل القرية. واسأل القرية. لا أنا أريد يعني القرية، هل هنا القرية أتى على كلام على باسمها ينسب إليها؟ أنا أريد مثل وقالت نملة، قال أحط بما لم تحط به. مين اللي قال هالكلام؟ الخضر. أيوة الله يرضى عليكم، الهدهد. وأيضا في التمثيل الرمزي قصة آدم مع الشيطان. النوع الثاني التمثيل القصصي، هو اللي جاء على صورة قصص. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت، إلى غير ذلك. والنوع الثالث التمثيل الطبيعي. إيه هو التمثيل الطبيعي؟ تشبيه غير الملموس بالملموس، وتمثيل للمتوهم بالمشاهد. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، إلى آخر الآيات. هذا يسمى التمثيل الطبيعي. حقيقة الكلام في الأمثال في القرآن يعني كلام يطول أيها الفضلاء الكرام، يرجع في ذلك إن شاء الله لكتب علوم القرآن، ويرجع في كتاب أيضا الواضح في علوم القرآن، ويرجع للزركشي أيضا لما كتب في علوم القرآن، وأيضا يرجع للسيوطي لما كتب البرهان في علوم القرآن. هذا البرهان، هذا في علوم القرآن، هذا للزركشي. السيوطي الإتقان في علوم القرآن، الإتقان في علوم القرآن. نعم تفضلوا. فاعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يخزان، وصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح، وأذن به مؤذن الرحمة حي على الفلاح. أول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. قد ذكرنا أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه. لصاحب المنازل يقول هي القومة لله المذكورة في قوله قل إنما أعدكم بواحدة أن تقوموا لله. قال القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة،
وهي أول ما يستنير قلب العبد الحياة لرؤية نور التنبيه، وهي ثلاثة أشياء: حفظ القلب إلى النعمة، على اليأس من عدها والوقوف على حدها، والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. وهذا الذي ذكره هو موجب اليقظة وأثرها، فإنه إذا نهض من ورطة القلب واستدار قلبه برؤية نور التنبيه أوجب له ذلك، ولاحظت نعم الله الباطنة والظاهرة، وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شهد عظمها وكثرتها، ويأس من عدها والوقوف على حدها، وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن، فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها، وأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية: محبة المنعم واللهج بذكره وتذلله وخضوعه له وإذراءه على نفسه حيث عجز عن شكر نعمة من نعمه، فصار متحققا بأبوه لك بنعمتك عليه وأبوه بذنبه فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار، وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهم غير الظالمين له، لو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. قال الثاني: مطالعة الجناية والوقوف على الخطر منها خطر فيها، والتشوير لتداركها والتخلص من رقها، وطلب النجاة لتمحيصها. وهنا تأذن لنا، هنا كلام نبيل جدا هنا من ابن القيم، ونحن قلنا هذا الكتاب هو للهروي، ابن القيم نقحه وعذبه، وهنا يقول فيها الكلام يعني شهود تلك المنة والتقصير فيه نوعان جليلان من العبودية: محبة المنعم واللهج بذكره، هذه واحدة، وتذلله وخضوعه له وإجراؤه على نفسه، وهذا هو معنى أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف لك بالنعمة وأبوء بالذنب وأعترف أيضا بالذنب، ثم يطلب حاجته فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن هنا لابد أن نحب المنعم تبارك وتعالى، أن نلهج بذكري عز وجل في كل وقت، أن نتذلل له، أن نخضع له، أن نجري على أنفسنا حيث التقصير والعجز في حق الله تبارك وتعالى، لم نقم به حق القيام. ولو نظر الإنسان أيها الفضلاء الكرام إلى نعمة واحدة أنعم الله تبارك وتعالى بها على العبد، فهل حقق فيها محبة الله؟ هل حقق فيها اللهج بشكره تبارك وتعالى على هذه النعمة؟ هل تذلل لله عز وجل وصرف هذه النعمة في ما يرضي الله تبارك وتعالى؟ هذا هو هذا المقام الذي فيه يستيقظ الإنسان أيها الكرام الفضلاء من الغفلة، من النوم، لما يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن أول مراتب هذا النائم لما يسمع هذا النداء يتيقظ، ينتبه من النوم، ينزعج قلبه لذلك. أما أن هو يكون سبحان الله يسمع النداء ولا ينزعج القلب، ما زال واقفا على
باب من أبواب المعاصي، على باب من أبواب تضييع الأوقات، ما زال أمام التلفاز، أمام المباراة، ما زال يتكلم مع صاحبه على قارعة الطريق، إلى غير ذلك، وكأنه ليس في قلبه انزعاج. وهذا لو له موعد مع عبد من عباد الله لانزعج قلبه لذلك الموعد وترك كل ما حوله. بل لو عنده اختبار في جامعة ولا اختبار في مقابلة شخصية. حقيقة أنا قابلني موقف، أحد الناس قابلني يوم أيها الكرام الفضلاء في المسجد وقال يعني أدعو لي يا شيخ وكذا، وجلس يبكي. فطبعا ذكرت بالله عز وجل وكذا، وأنه أيضا هو يدعو لنفسي، وكنا ندعو لبعضنا ما في حرج من حيث الأصل. قلت له ما الذي يبكيك؟ قال أنا ما عندي وظيفة، ما عندي عمل. فواسيته، لكن وقع في نفسي، أيبكى على عدم الوظيفة الدنيوية أم يبكى على عدم الوظيفة الأخروية؟ الوظيفة الأخروية يبكى عليها، أن الله خلقك للعبودية. هذا الشخص وغيره لما أتته الوظيفة ما عاد يجي المسجد، ما عاد يطب المسجد. أرأيتم ما نحن فيه من الدناءة أيها الكرام الفضلاء؟ أرأيتم ما نحن فيه من الدناءة؟ ما تعرف الله عز وجل إلا لما تكون محتاجا للدنيا، نسأل الله العافية والسلامة. حتى يقول أهل العلم، قالوا ومن بكى في صلاته لأجل دنيا بطلت صلاته. واضح لكم المعنى هذا يا شباب؟ واضح المعنى هذا يا مشايخ؟ سمع آية عن الموت بكى لأجل الدنيا فقط، أو آية عن المصائب والبكى، ما بكى لتدبر الآية. وبه قال شيخنا الشيخ بن عثيمين، وقال أحمد وغيره رحمة الله على الجميع، هذه دناءة في النفس. هل شكر المنعم؟ هل لهج به؟ اليوم يا كرام يا فضلاء، اليوم الناس بين المغرب والعشاء في الحرم، وهذا رجل كبير شايب، يعني في عمر الرجال أربعيني، فاتح يلعب بلوت في الجوال، فاتح يلعب بلوت في الجوال، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي قال فيه النبي من رأى منكم مبتلى، أتظن أن المقصود فيه البلاء الحسي؟ كلا، حتى البلاء المعنوي يا كرام يا فضلة يدخل فيه كل هذا نكرة عم. الحمد لله الذي عفانا ابتلى به كثير من خلقه. هذا مكان يلعب فيه يا رجل، لكن ماذا تقول؟ ماذا تقول أيها الكرام الفضلاء؟ ما زلنا في النوم، لم ننتبه من نومتنا، لم ينزعج القلب لروعة الانتباه لتعظيم المكان والزمان. ولذلك هذه ورطة عظيمة، القومة لله هي أعظم المنازل. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله. لذلك أيها الكرام الفضلاء، القومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض عن ورطة الفترة، وهي أول ما يستنير به القلب لعبودية الرب تبارك وتعالى. أما أن تظل درجت في كل مكان على اللهو وتضيع الأوقات، أنت التي أتيت إلى بيت الله الحرام فضلا عن أي مكان، لماذا تأتي متبرجة سافرة؟ لماذا تأتي بكل الفول ميك اب إلى غير ذلك؟ التبرج والسفور منهي عنه عموما في كل مكان، ويعظم في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل. إذن ما زلنا ووالدها بجوارها، وبعلها بجوارها، ووليها بجوارها، لا يحرك ساكنا. إذن هل حققنا حب المنعم الذي يسر لك أن تأتي إلى هذا المكان وغيرك منه محروم؟ هل لهجنا بذكره؟ هل تذللنا؟ هل خضعنا؟ هل أزرينا على أنفسنا؟ هل حققنا أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت؟ هذا إيش اسم الحديث هذا يا شباب؟ هذا إيش اسم الحديث هذا؟ سيد الاستغفار. هذا سيد الاستغفار، حديث شداد بن أوس عند الإمام البخاري رحمة الله عليه، ورضي عنه على شداد ورحم البخاري ورحمنا جميعا. إذن هذا أمر عظيم جدا،
هذا الكلام ينبغي أن تجد له في قلبك شدوخا. يا أخي إن رجلا صنع معروفا لرجل، رجل صنع معروف لرجل، لقى ما عنده حلة أعطاه حلة، ما عنده فلوس أعطاه فلوس، ألف فيه قصيدة سبحان الله جرت مجرى الأمثال وأصبح الناس يذكرونها في كل مكان وفي كل مآل، من أجل أنه أجرى عليك يعني يدا واحدة. فكيف بالله الذي يجرى عليك عظيم النعم؟ يقول سأشكر عمرا إن تراخت منيتي، أيادي لم تمنا وإن هي جلتي. فتى غير محجوب الغنى عن صديقه، ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. رأى خلتي من حيث يخفى مكانها، فكانت قذى عيني حتى تجلتي. يعني ظل مهتما بها كما يهتم الإنسان بقذى العين عماص العين لحد ما تجلت مني هذه الضائقة لنا فيها. فكيف بالله الذي ينعم علينا في كل وقت؟ ومن أعظم النعم الآن وحنا جالسين مع بعض في هالمجلس، بوب البخاري كتاب العلم، باب الفهم في العلم. ثم روى حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الشيخ بن باز: وهذا له مفهوم ومنطوق، فمنطوقه كما في الحديث، ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. انظر تراجم البخاري: الفهم في العلم، ليس العلم كثرة العارض كما قال الرسول، لكن العلم الخشية. أيها الكرام، أيها الكرام الفضلاء، فهذا كلام عجيب. نعم، نريد أن نحقق العبودية بمحبة المنعم بتوحيده، ونلهج بذكره في كل مكان، نتذلل نخضع له، نزرع على أنفسنا مهما كان بنا من عبادة ومن طاعة، لا يعدل شيئا في نعمة واحدة أنعم الله به علينا، وهي أن النفس يتردد. أيها الكرام الفضلاء، يتصل بي من فنلندا قبل يومين، جزاكم الله خير، أحد الناس سبحان الله أسرف على نفسي في الحياة، والآن هو في يسمونه بيت الراحة في فنلندا وكذا، يعني يقعد الإنسان هناك ما في علاج وكذا، ينتظر حتى يموت. تعلم عظمة الدين وعظمة الإسلام الذي نحن فيه أيها الكرام الفضلاء؟ لن تجد دينا أرحم كدين الإسلام، ولا دينا أعظم كدين الإسلام. وظل حياتك مسرف على نفسك في المعاصي، الحمد لله مبتلى بكثيرا من خلقه. ثم هذا: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته على آلة حدباء يوما يوما محمول. لذلك الإمام ابن أني لا كأني وهمت الإمام ابن الجوزي، نعم، عنده كتاب عجيب اسمه بحر الدموع. سبحان الله، هذاك الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا، هذا بحر الدموع، كتاب عجيب سبحان الله العظيم. والله لو أجرينا حياتنا يا كرام يا فضلاء بحار من بحار الدموع مدى حياتنا، ما أدينا لله شيئا. هو كتاب صغير كله 153 صفحة سبحان الله، في 32 فصل من الفصول، يتكلم فيه عن الأشياء التي عافنا الله وإياكم يعني توجب غضب الله تبارك وتعالى، والأشياء التي تؤدي بالإنسان أن يذهب في طريقه إلى الله عز وجل. أنا أنصح بهذا الكتاب، كتاب بحر الدموع لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله. نعم. ينظروا إلى ما سلف منه من الإساءة، يعلم أنه على خطر عظيم، مشرف على الهلاك. شباب الصوت عندكم، معذرة والدنا، الصوت عندكم واضح؟ أنا كان الصوت عندي مو واضح، لو مشكلة ما عندي ما هي بأس، لكن أنتم صوت الوالد واضح لكم؟ نعم صوته واضح ولكن ضعيف جدا. والله ضعيف، اسمعه جيدا. طيب جزاكم تفضل. ينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم فيها، مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق بموجب حقه. وقد ذم الله تعالى في كتابه من نسي ما قدمت يداه، فقال: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارق بالعلم. إذا طالع جنايته، مفعول به إذا طالع جنايته. إذا طالع جنايته شمر لاستدراك الفارق بالعلم والعمل،
وتخلص من الذي فرط يعني الذي ذهب منه. نعم. وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم وطلب التمحيص، وهو تخليص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية. كم أيوة من خبث الجناية، كم جريمة زنا وقعت في عهد النبوة كلها يا شباب؟ شو هذه 10 سنوات في المدينة، كم زنا وقع؟ 5 فقط، الماعز والغامدية والجهنية، حديث أنس، أغدو يا أنس، هذا قصة العسيف، ويهودي وهودية، خلك من هذه يهودية وهودية، خلك في المسلمين، 3 فقط في 10 سنين. بل إن الواحد منهم يصيب قبلة في أطراف المدينة، يأتي يريد أن يتخلص من خبث من شؤم هذه الجناية ومن رق الجناية، مستغفرا نادما يطلب التمحيص. ماعز والمرأة الغامدية لو وزعت على المدينة لوسعتهم، لو وزعت على أهل مكس لوسعتهم، تاب توبة إلى غير ذلك، ليه يطلب التمحيص؟ يريد أن يخلص إيمانه من خبث الجناية، من خبث الجناية بفتح الخاء والباء، المعجم والموحدة التحتانية. كما أنه يوقد على الذهب ليخلص، وعلى الفضة ليذهب خبثهما. أيها الكرام الفضلاء، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل هذا. ولذلك رقت قلوب هؤلاء الصحب الكرام. أحد الناس يحكي لي يقول كان رجل مدير إدارة وتحته مساعده، وهذا مدير الإدارة كان سبحان الله يعني إنسان فيه من الذكاء وفيه من الفطنة إلى غير ذلك، وإنسان مبدع، فيعطي أفكاره فلا يقوم المساعد بتنفيذها. فلما ذهب ذلك المدير من تلك الدائرة الوظيفية وترقى المساعد إلى أن يكون هو المدير، نفذ كل أفكار المدير الأول. قلت سبحان الله، لينسبها لنفسه. قلت والله ما أحد كالصحابة فعلا. لما النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي يوعدون، وأصحابي أمنة رضي الله عنهم وارضاهم لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. شيء عجيب أيها الكرام الفضلاء. يعني هنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أمرة لأمة، فإذا ذهب النبي عليه الصلاة والسلام أتى أمتي ما توعد. ولما يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا، يوضح عظم مقره في هذه الأمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالأصحاب أمن للأمة، إذا ذهب الأصحاب أتى أمتي ما يوعدوا. فلا أحد كالصحابة أبدا أيها الكرام الفضلاء، لا أحد كالصحابة أبدا. وهذا حديث صحيح عند مسلم من حديث عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري. انظر لما يأتي الكتاب من عمر رضي الله عنه وارضاه بعزل خالد في أوج انتصاراته، وانتقال الإمرة إلى أبي عبيدة، يقول سمعنا وأطعنا، ولا يضرن خالد أن يكون جنديا في جيش أبي عبيدة، ما كانوا يرون أنفسهم شيئا رضي الله عنهم وأرضاهم. أما تجد الآن الحسد والبغضاء بين الناس، يريد أن يتخلص من مديره لينسب إليه عملا هو لم يقم به، عفنا الله وإياكم. نعم. تمحيص الذهب والفضة وهو تخليصهما من خبثهما. الخبثهما، نعم، الخبث الذي يكون يعني هذه الأشياء التي ليست من خلص الفضة والذهب الذي يسمى هذا، فأما الزبد فيذهب جفاء، هذا هو المقصود به خبث الحديد والفضة، الأشياء العالقة بهما، وليست من خلص المعدن، وليست من خلص
المعدن أو ما نسميها إحنا الآن بالشوائب. نعم. ولا يمكن دخول إلا بعد هذا التمحيص، فإنها لا يدخلها إلا طيب، ولهذا تقول لهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، وليس في الجنة ذرة خبث. وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء. ولذلك ربنا قال ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر المتقابلين، ما في غل أبدا. نعم. وهذا التمحيص يكون في دار الدنيا بأربعة أشياء: التوبة والاستغفار والحسنات المحية والمصائب المكفرة. فإن محصته هذه الأربعة وخلصته كان من الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يبشرونهم بالجنة، وكان من الذين تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وإن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه فلم تكن التوبة نصوحا، وهي العامة الشاملة الصادقة، ولم يكن الاستغفار كاملا تاما والمصحوب بمفارقة الذنب والندم عليه، وهذا هو الاستغفار النافع، لا استغفار من في يده فتح المسكر وهو يقول استغفر الله ثم يرفعه إلى فيه. ولم تكن الحسنات في كميتها كيفيتها وأبيتها. وأرأيتم، ولذلك كان السلف يقولون إن استغفارنا يحتاج لاستغفار غير واحد من السلف. إذن هذا الاستغفار هو الذي يناسب القول فيه الفعل، وليس كما قيل يرفع مسكرا والعياذ بالله ثم يقول استغفر الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الاستهزاء ولا يعتبر هذا من الاستغفار. نعم. لم تكن الحسنات في كميتها وكيفيتها وعافية بالتكفير ولا المصائب، وهذه إما لعظيم الجناية وإما لضعف المحص وإما لهما محصن في البرزخ بثلاثة أشياء. وإما لهما محصن. نعم. محصن يعني من الإحصاء والعد. نعم. محصن في البرزخ بثلاثة أشياء: أحدهما صلاة أهل الإيمان عليه واستغفارهم له وشفاعتهم له، الثاني تمحيصه بفتنة القبر وروعة الفتان والعصرة والانتهار وتوابع ذلك، والثالث ما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال من الصدقة عنه والحج عنه والصيام عنه وقراءة القرآن والصلاة، وجعل ثواب ذلك له. فأجمع الناس على وصول الصدقة والدعاء. قال الإمام أحمد رحمه الله رحمة الله عليه لا يختلفون في ذلك، وما عداهم ما فيه اختلاف، والأكثرون يقولون بوصول الحج، وأبو حنيفة رحمه الله يقول إنما يصل ثواب الإنفاق، وأحمد من وافقه مذهبهم في ذلك أوسع المسائل، يقول يصل إلي ثواب جميع القرى بديني
إنسانيها يعني القرب والمالية. ومالية مالية الجامع للأمرين يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله يا رسول الله هل بقي من بر أبوين شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، فذكر الحديث وقال صلى الله عليه وسلم من مات عليه صياما صام عنه وليه. فإن لم تفي هذه الثلاثة بالترخيص محص في الموقف بثلاثة أشياء: أحوال القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشفعاء وعفو الله. وإن لم تفي هذه الثلاثة بترخيصه فلا بد له من دخول الكيري رحمة في حقه يتخلص ويتمحص ويتطهر في النار، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة الخبث وقلته وشدته وضعفه. فإذا خرج خبثه أخرج من النار وأدخل الجنة. قال الثالث يعني من مراتب اليقظة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل على تضييعها والنظر إلى الظن بها لتدارك فائتها وتعمير باقيها. يعني أنه يعرف ما معناه من الزيادة والنقصان، يتدارك ما فاته من بقية عمره التي لا ثمن لها، ويبخل بساعاته بأنفاسه عن ذيابها وضياعا في غير ما يقربه إلى الله تعالى. وهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدرة كلة وكسرة، تفاوت بقدره قلة وكثرة. وكل نفس يخرج من غير ما يقرب إلى الله تعالى هو حسرة على العبد في معاده، وقفة له لطريق سيره، أو نكسة إن استمر، وحجاب إذا انقطع به. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم وحسن الله إليكم. هنا أريد أن أقول بالنسبة لما تكلم على التي تكون في البرزخ وهي صلاة أهل الإيمان عليه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى 100 على رجل فدعوا شفعوا فيه، فهذا أهل الإيمان لما يصلون على هؤلاء ويدعون لهم يشفعون فيه. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال ما إذا صلى عليه 40 أيضا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وكلاهما عند مسلم. ورد 100 ورد 40. المهم أن يكونوا من أهل التوحيد، المهم أن يكونوا من أهل التوحيد. هذا بالنسبة لي صلاة أهل الإيمان واستغفارهم وشفاعتهم. أيضا ما يكون من فتنة القبر، وهنا المسألة وما يهدي إليه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال من الصدقة. الصدقة تصل إن شاء الله عز وجل لورود الدليل في ذلك، والحج حج عن أبيك واعتمري. أما بالنسبة للصيام عنه أيها الكرام الفضلاء، هنا إذا كان الميت مثلا أصابه مرض، هنا أصابه مرض واستمر معه إلى أن مات، هذا لا صيام عليه،
يعني مثلا مرض في شعبان استمر معه المرض إلى رمضان إلى شوال ولم تأتي فترة برء ثم مات، هذا ما ولا شيء عليه لقول ربنا عز وجل فعدة من أيام أخر ولم يمهل لهذه العدة، كذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على 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 الجميع. طيب أدركه الصيام وهو زمن كبير، هذا ما عليه الصيام، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، هذا ينفق عنه يخرج عنه يطعم عنه. أما إذا كان ما بيصلي هذا لا، ترك الصلاة عمدا كفر كفرا أكبر، كذا قال الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين فوزان وغيره رحمة الله على الجميع لجنة دائمة لقوله عليه الصلاة والسلام عند أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما العهد الذي بينه وبين الصلاة من تركه فقد كفر. وهذا الحديث رواه الخمسة أحمد وأبو داود الترمذي والنسائي بن ماجه رحمة الله على الجميع. إذن هذا تفصيل في هذه الإيش المسألة. أما يصوم عنه وليه من مات وعليه صيام صام عنه وليه، إنما يكون هذا في من هو من أهل الصلاة والصلاح. أيها الكرام الفضلاء، على من أخذ بهذا الحديث فمرض ولم يجد برئا الشيخ بن عثيمين قال لا، يعني خلاص أنه لا يصام عنه. طيب من كان عليه نذر نذر ولم يفي صام عنه وليه في مثل هذا، صام عنه ولي في مثل هذا. وإن من قال من مات وعليه صيام أطعم عنه، لكن الحديث هنا وارد في ماذا؟ وارد في مسألة هنا أنه يصام عنه. الشافعي يقول لك ولا يصح عن ولا يصام عن ميت أصلا، ولا يصام عن ميت أصلا. إذن هذا هو التفصيل في هذه المسألة. وقال العلامة زكريا الأنصاري في أسنى المطالب ولا يصح الصوم عن حي بلا خلاف معذورا كان أو غيره، واحد حي ما يصام عنه يصومه عن نفسه. أما اختلفوا في الصوم عن الميت على ثلاثة أقوال، النووي يقول في شرح مسلم من مات عليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه؟ الشافع له قولان مشهورا أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني يستحب لولي أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرى به الميت ولا يحتاج إلى إطعام. قال النووي هذا هو القول المختار، وهذا هو القول المختار أيها الكرام الفضلاء، وهذا هو القول المختار في هذه المسألة. وقال به طاووس بن كيسان اليماني والحسن البصري والزهري وغير واحد من أهل العلم، ومنهم من قال كما قلت لكم هذا اختار الشيخ بن عثيمين، قالوا إذا كان استمر معهم المرض حتى مات فهذا لا يصام عنه لقول ربنا فعدة من أيام أخر، ولم يمهل هنا لعدة من أيام إيش أخر. ويقول الشيخ بن باز رحمه الله إذا كان عليه دين من رمضان أو نذر أو كفارات استدل بحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه، يعني قريبه، يعني في الصوم الواجب في رمضان مرض ولا صام ثم عافاه الله وتساهل ولا صام، أرأيتم؟ لكن إذا كان معاه المرض للنهاية ولم يبر هذا لا يصام عنه، لكن مرض وبرئ وتساهل ولم يصم هذا قال يصام عنه.
قال يصام عنه. وأيضا ألحق به الحائض إذا أفطرت في رمضان أو النفس ثم ظهر رمضان وتساهلت ثم ماتت قبل أن تقضي يقضى عنها. وكذلك كفارة الظهار وكفارة الجماع في رمضان وكفارة القتل هي الكفارات عموما، يعني إذا مات عليه الصيام صام عنه ولي. هذا هو المشروع، هذا هو ماذا المشروع. أما إذا استمر معه المرض لين مات فهذا لا صيام عليه. وبه قال شيخ باز شيخ بن عثيمين رحمه الله على الجميع. طيب هنا قال وقراءة القرآن، هذا خلاف بين العلماء، والذي يترجح العلم عند الله أنه لا يصل والعلم عند الله للميت. ومن البدع المنكرات أن يجتمعوا في وفاته ويعطون كل واحد مصحف يقول أهدينا الختمة للميت. وأشد منه منكرا أن يأتي بقارئ وسرادق إلى غير ذلك. والصلاة كذلك لا تجزي عنه ولا يجعل له ثوابها ولا يجعل له. أما الصدقة والدعاء نعم هذا إجماع، الصدقة والدعاء هذا إجماع. وبالنسبة لقول أبي حنيفة رحمه الله هنا لما قال وأبو حنيفة رحمه الله يقول إنما يصل ثواب الإنفاق، هنا هو رواية، هو أيضا رواية عن محمد بن حسن الشيباني وهو المذهب، وهو قال به الإمام أحمد. وذكر ابن أبي العز قول محمد بن حسن الشيباني في شرح الطحاوية، وهناك بحث في كتاب الروح في هذه المسألة، في هذه المسألة، في مسألة إهداء القرب إلى الأموات، موجود في كتاب الروح، أيضا في كتاب المغني لابن قدامة، في مجموع فرائض شيخ الإسلام ابن تيمية، جامع المسائل أيضا له رحمة الله على الجميع. إذن ما ورد فيه الدليل يصل، وما لم يرد فيه الدليل هذا لا يصل والعلم عند الله. نعم، هذا بالنسبة لهذه. وأما بالنسبة لحديث هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما، قال نعم. فهذا الحديث هو رواه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود وابن ماجه وغيرهم رحمة الله على الجميع، لكنه حديث فيه ضعف، لكنه حديث فيه ضعف لأنه من طريق أسيد بن علي عن أبي علي بن عبيد مولى أبي أسيد الساعدي، عن أبي أسيد الساعدي مرفوعا، وهذا علي بن عبيد مجهول، وتفرد بالرواية عنه ابنه وهو صدوق، والحديث حديث ضعيف، ضعف الألباني في سنن أبي داود وابن ماجة، وأيضا في وضعفه أيضا الذين حققوا مسند الإمام، مسند الإمام أحمد، وصلى الله عليه وسلم. نعم.